People are worried because of the large numbers of scorpions and snakes in Irba al-Sarhan in the Mafraq Governorate. Residents are holding the municipality accountable for failing to do what is needed to protect them from the threat of venomous creatures. عقارب وحيايا والضبع يطلع علينا من هالوادي والإنارة تعيسة والخدمات تعيسة والرش كل ثلاث أشهر تايرشولنا مرة بيت الله والله ما سمن العقارب مليان والله بنلاقي عقارب احنا بنعاني منها هي شغلة كثير يعني في بيوتنا تقرص أولادنا بناتنا يعني كثير ناس تقرصت يعني آخر مرة ابن جاري والله انقرص في الليل وجابوا له دفاع المدني. Doctors have confirmed that because of the desert rain, scorpion stings have been very common. الإصابات الرائجة بمنطقتنا نظراً لأنه طبيعتها الصحراوية وانتشار هذه الحوادث عنا في منطقتنا. هسا من ناحية الإسعافات الأولية يتم إعطاء أوبر المضادة للحساسية مبدئياً. في الغالبية من الحالات تكون هناك استجابة جيدة المريض يوضع تحت المراقبة لساعات سمية العقارب بشكل عام في منطقتنا لحسن الحظ متوسطة إلى قليلة السمية يتم إعطاء عقارات المضادة لسموم العقارب على حسب الحالة وعلى حسب الحاجة بجرع تختلف حسب تقييم الطبيب للحالة. Although doctors have confirmed scorpions in that area are not very venomous, citizens are still very worried and request a response to their demands and immediate help.